كل سنة بيعملوا هذا المعسكر وكل سنة بكونش فاضية، وهذا السنة كيفت انه كان انه يعني بيوم انا فاضية فيه، ورمضان على البواب ان شاء الله، كل عام وانتم بألف خير. رمضان يعني يا السبت الجاي يا الاحد الجاي، وبدنا نكسب حسنات ونعد المسجد الاقصى لاستقبال جميع الاهالي لصلاة التراويح في جميع الصلوات. وانا بتشرف ومبسوطه كثير اني انا قاعده بشارك في هذا الفعاليه العظيمه اللي عن جد جميله جدا. اليوم جينا عشان المعسكر ونساعد ونشطب المسجد الاقصى المبارك، والطقس مشمس وبجنن ما شاء الله، وانتم الوجوه هاي المنوره عن جد. انا اليوم شفت ناس اخرى عن جد عن جد عن جد بجنن ما شاء الله. بقيت اشوفكم يوم الاربعاء وايام هذا، بس اليوم عن جد اجتمعنا كلياتنا. واضحنا مثل ما انت شايفين نوزع حلو على المصلين وعلى اللي بنظر. من وين انت خالتي؟ انا من كفر قرع. يعني ماشي مسافه منيحه يعني. مسافه ساعتين. احنا اليوم موجودين كمرشدين في مدينة القدس، حبينا أن نستقبل أهلنا في الداخل ونشرح لهم عن المعالم اللي راح يشوفوها، حتى يكون الإشي مش بس إنه إحنا جينا ونساعدوا، طبعا هذا إشي كتير عظيم، بس بالإضافة لإنه هم عمالهم بيساعدوا كمان يتعرفوا على البلد اللي هم جايين عليها، لأنه هذه حقهم بالأساس وتاريخهم، والإنسان طبعا بقوة في تاريخه. رمضان جاي نخل المنظر أحلى. فأنت بتجهز المسجد يعني للزوار اللي راح يجوا على المسجد الأقصى؟ شكرا، كل عام وانت بخير. طبعا سمعنا عن معسكر القدس اولا اللي بيجي يجهزوا المسجد الاقصى لاستقبال الزوار في شهر رمضان المبارك، كان بيكون الاف الناس اللي يجي يحضروا هذا اليوم، فحبينا يبكي لنا ولو اجر صغير انه نهيئ وناخذ بركه المكان والزمان اللي جينا عليه ان شاء الله. بنسوي فعاليات مثلا وننشد قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجه